جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية، شهد التحالف الوطني على توقيع بروتوكول تعاون بين كل من مؤسسات حياة كريمة وجمعية الأرمان ومؤسسة أبو هاشيمة الخير، وذلك بهدف دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي محافظة بني سويف خلال 6 أشهر بميزانية إجمالية بلغت نحو 45 مليون جنيه، فضلا عن تقديم الدعم الغذائي لنحو 3000 مستحق شهريا. كما شهد التحالف الوطني أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير لفك كرب الغارمين وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا من خلال إعداد برامج تدريبية وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وتوفير فرص عمل، فضلا عن التوعية بأسباب الظاهرة بالمجتمع المصري وطرق القضاء عليها. انطلقت المحطة السادسة من مبادرة أنت الحياة التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة بمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، متضمنة فعاليات مجتمعية متنوعة وخدمات صحية ومسابقات رياضية وملتقى توظيفي للشباب وقوافل طبية وغيرها من الأنشطة وفعاليات للكبار والصغار. بفعاليات مجتمعية متنوعة وخدمات صحية متكاملة، انطلقت مبادرة أنت الحياة في محطتها السادسة بمدينة المنشأة التابعة لمحافظة سوهاج من خلال مؤسسة حياة كريمة لتقدم أشكالا مختلفة للدعم للأهالي الأولى بالرعاية. أكبر قافلة تنموية موسعة بنستهدف فيها أكثر من 20,000 مواطن، عندنا أنشطة كتير بالتعاون مع العديد من الوزارات، معانا وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، صندوق مكافحة الإدمان، معانا وزارة الصحة، اشتغلنا على كافة الخدمات، اشتغلنا على الخدمات الطبية وخدمات توعوية. النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتوزع 15,000 كرتونة على 15,000 مواطن من الحروب. النهارده في ملتقى توظيفي بمشاركه 15 شركه لتوظيف العماله بمركز المنشاه محافظه سوهاج. قوافل طبيه مستمره بتخصصات مختلفه قدمتها حياه كريمه لاهالي المنشاه. عاملين قافله طبيه ممتازه واساعدوا الناس الفقراء في كتير طبعا. وبره في الشوارع موصلين ميه الناس وجايبين كهرباء للبيوت وبانين بيوت. كل كرم وكل حنان، والله احسن حاجه حياه كريمه. جيت كشفت انف واذن وحنجره، الوضع برضه حلو يعني، وبرضه الناس كويسه، بتستقبل الناس كويس. وايضا ملتقى للتوظيف وحوار مجتمعي مع المواطنين بحضور ممثلي حياه كريمه. بشكر كل اللي جم هنا هوتي وقبلونا واحترام وكل حاجه حلوه، جيت عشان خاطر انا عايزه وظيفه لجوزي. يعني عايز يكشفوا علاج ووظائف وفلوس وكل حاجه، وسدد ما عليكم، ربنا يسترها معاهم وربنا يخليهم. دي دليل على ان الحب في القلب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دايما انجازاته كبيره جدا، ومن ضمنها مشروع حياه كريمه اللي بيمس ظروف الانسان المصري. مساعدات للغارمين والغارمات والاهتمام باطفال المدينه ترفيهيا ورياضيا وتوعويا كانت على راس اولويات انت الحياه.